كلياتكم قناة ميرا. اليوم رجعت لكم فيديو جديد راح نحكي فيه وندرج سوا مع بعض عن كيفية كسب الأصدقاء في أول يوم إلك بالمدرسة أو اليوم إلك بالجامعة، خاصة الجماعة اللي أهلهم كتير بينتقلوا أو الجماعة لأول مرة بحياتهم راح يفوتوا مثلا على المعهد أو أول مرة راح يفوتوا في حياتهم للمدرسة للجامعة whatever مش مهم. قبل ما نبلش بالفيديو، إذا أنت أول مرة بتشوفني أهلا فيك بالقناة وراح تستمتع كتير معنا، صح لا لا يا بيبي؟ بليز اشترك بالقناة وتضغط على زر السبسكرايب الأحمر، ولا تنسى انك تضغط على الجرس عشان دايما يوصلك نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد، ولا تنسوا انكم تتابعوني على بقية مواقع التواصل الاجتماعي، راح اخليكم كل اللينكس تحت والاسماء تظهركم كلياتها هون. وخلونا نوصل هذا الفيديو ل 1500 لايك. وهلا يلا نبلش. اول شيء واهم شيء، خليك على طبيعتك، الناس راح تحبك زي ما انت، خلي هذا الشيء مبدأ ثابت عندك في حياتك. أكبر غلط في بعض الناس بتسويه إنها تصنع كاركتر أو شخصية ثانية بس عشان إنها تجذب الناس لإلها. أبداً ما تتصنع، صدقني الناس مش غبية ومصير الناس تكتشف حقيقتك، فخلي الناس يحبوك زي ما أنت، وإذا ما حبوك عادي يا بيبي عادي، أنا بحبك غيري يحبك، مليون غير هداك الشخص اللي ما حبك يجي مليون غيره ويحبك، صح ولا لا؟ ثاني نقطة، صاحب كل الناس. لوك بيبي واسمع اللي جاي كتير منيح، في عنا قاعدة اللي بنوها أجدادنا أو الناس اللي سبقونا بيقولك قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. نو نو ذاتس نوت ترو. إنك تصاحب ناس تشبه لك ما يعني هذا الشيء إنك أنت شخصية عظيمة في الحياة أو إنك أنت شخص واو. شو هيقول لي من تصاحب أقل لك من أنت؟ الناس اللي بتعرفهم أو بتصاحبهم بيمثلوا حالهم وأنت بتمثل حالك. ذاتس أول بيبي. كحوصلة عامة لهي النقطة، صاحب كل الناس من مختلف الأعراق والجنسيات والأديان والإيديولوجيات، بس لا تتأثر بحدا، خلي تواصلك مع الناس إنساني ولا تتقوقع يا بيبي على حالك. وهيك بنوسع ثقافتنا. هذا الغلط، أبدا أبدا لا تسويه، لا تحصر حالك على جروب واحد أبدا. ليش؟ لأنه إذا حصلنا حالنا على جروب واحد، إذا تخصلنا مع هذا الجروب بنلاقي حالنا أو بلا أصدقاء. سكة السلامة، يلا بالسلامة، رد الباب وراك، لو ركزوا لا تسوي حركة بعض البنات من تراس خشبي اللي تحصر كل حياتها على خطيبها وبس يتركها تدخل في هذيك الحالة الدرامية الشهيرة للضحية. فلهيك خليكم دايما مستقلين وعندكم كتير أصدقاء، وسعوا الجروبات أو الناس اللي بتعرفوهم عشان ما يصير معكم هيك يا بيبي. جاملوا اي زي ما سمعتوا، جاملوا، كل الناس بتحب المجاملات على فكرة. روحوا بادر لشخص مثلا وقلوا ايه شو طالع حلوة، حبيت الحمر اللي عتمك من وين؟ نو 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 جايز لا تسوي هيك، بنفس ما سويت بالحركة انا، انه راح تفكرك لزبين اذا انت بنت، واذا انت شاب راح يفكرك جاي، بس انه هيك فهمتوا الفكرة، انه جاملوا هيك مثلا، حبيت الجينز تبعك، حبيت ما بعرف الميك اب تبعك، يعني اشياء زي هيك يا بيبي. وصدقوني خاصة البنات بس تقولي لها حلوة خلاص يا بيبي، ضمنتي تسلسل بقية الحديث معها، ممكن تصير رفيقتك لطول العمر. Never know. النصيحة اللي بعدها، قبل ما تبلشوا الجامعة أو المدرسة تعرفوا على الناس اللي رح يدرسوا معكم، عموما بتلاقوهم سويني أما جروب خاص على الفيسبوك أو إنكم فيكم تروحوا تاخذوا الليست تبع الأصدقاء اللي رح يدرسوا معكم، تلاقوها عموما مع الأب الجامعة أو على الويب سايت الخاص بالجامعة أو المدرسة تبعكم. فشو تسوي يا بيبي؟ تاخذوا هيك أسماءهم وتعملوا بحث تجسسي عليهم في الانستغرام في الفيسبوك، ومصيركم راح تلاقوا على الأقل البعض منهم. كونوا متأكدين هاي من الطرق كتير ناجحة، خاصة انه احنا البنات نصير الـ FBI في هذا الشيء. اخر شيء، لا توثقوا ابدا بحدا وبطلوا نميمة. قولوا لي ليش؟ لانه انت ممكن كتير وثقت في شخص ما وبلش في نميمة معه عن حدا تاني، احتمال 99.99% يا بيبي انه ينقل حديثك وتصير منبوث من كل الناس وحديث كل العالم، بالرغم انه 50% او اكتر منهم بيسووا نفس اللي انت بتسويه وبيحكوا عن العالم. خليك ذكي واكبت مشاعرك. شيء تاني، حطوه ببالكم انه ما في حدا في هالكون يوثق بشخص يحكي عن حدا سواء كان باطل او حق، فلشو هي المواقف البيخة دي يا جماعة؟ ضم لسانك وبس، سو سمبل، قل خيرا او سكر تمك. وتذكروا دايما انه الشخصية القوية هي الشخصية الواثقة من حالها. خليكم فروغز، عيونكم واقحة، وخلينا نسيطر على العالم. هاشتاج تيم فروغز. لا تركزوا كتير مع موضوع انه لازم تسووا كتير صداقات
وأنا الشخص الأكثر شعبياً بالمدرسة، أنا الشخص اللي عندي كتير صداقات، شوفوا من أدي. لا جايز، لأنه راح تصيروا كتير بتفكروا في هذا الموضوع، وبالتالي يا أطفالي ستتوترون وسينتهي بكم الأمر وأنتم تخبصون. خبروني يلا، هل أصدقاء أكسجين؟ لا. أكل؟ لا. طيب مي؟ لا. حمام؟ لا. طيب خلاص يا بيبي، take it easy، لا تحكم على حالك من الصداقات الفاشلة اللي مريت بها، أي صديق اللي خانت أو صديقة اللي خانتك وتتقوقع والخيانة وخلاص وحياتي اتدمرت. لا بس ها، أنا عم بحكي عن خيانة حقيقية، مو الخيانة إنها ما أعطتك الشوكولات أو حكت مع صديقتك التانية اللي أنت ما بتحبيها، هي ما اسمها خيانة يا بيبي. هو بصراحة إنه ما بتعطيكي من الشوكولات خاصة لما يكون نوع فافر خيانة مؤلمة وحقيرة، بس يلا نمشيها. عادي جدا فروكس انه بنقابل ناس سيئة، ناس ما بتعرف قيمتنا، بس هذا الشيء رح يخلينا احنا بنحب حالنا اكثر واكثر. نقابل ناس، نفارق ناس، ومشية الحياة عادي. اتس اوكي والله، عادي انه نقابل ناس ما بتستحق، بس اكيد في ناس وفي ملايين غيرهم بيستحقوا انهم يكونوا اصدقائنا. ونصيحة من القلب للقلب، لا تتعلقوا بحدا، انتم مو معلق. ها باي خبر. anyway، تذكر دايما انه كل اللي خانوك واللي جرحوك رح يموتوا، احنا كلنا رح نموت بالنهاية، احنا من تراب وراجعين للتراب. وهلا يلا ابتسم لي ابتسامة الشر المعروفة المعهودة تبعنا وروح شوف لك صديق. النصيحة اللي بعدها انه لا تحكموا على الناس من شكلهم، لا تحكموا على الناس قبل ما بتعرفوهم، ممكن شخص يعجبك من برا بس يطلع يلا يلا، وممكن تحكموا على شخص ما بتعرفوه انه مغرور بس يطلع هالة هالة هالة. انا لما كنت بدرس بالمدرسة في بعض الناس كانوا تحكم علي باني انا شخص مغرور، بس هني ما كانوا بيعرفوني ولا عمرهم بحياتهم اجوا حكوا معي، بس انه اجوا وحكوا معي قالوا لي ابدا ما كنا نتوقعك هيك. قلت لهم يعني شلون كيف؟ قالوا لي كنا متوقعك انك شخص مغرور وشايف حاله وما بيحكي مع العالم. طيب ليه؟ I'm cute يا بيبي، ليش حكمت علي هيك وانت عمرك بحياتك ما حكيت معي؟ يا اخي تعال واحكي معي، واذا شفت مني شيء يلا قولي مع السلامة. واخيرا وليس اخرا، بطلوا افلام يا جماعة، بطلوا الافلام عشان تجذبوا الناس لإلكم. والله العظيم يا جماعة دي مدة قديمة قوي، راحت من جيلي انا من لما كنا في الابتدائي، بس انتوا جيل غير، شوفوكم بقى حركات يا حبايبي كده حلوه، بطلوا تقلدونا بقى. انا بابي هدالي في البيتير، يو نو في البيتير، اكسكيوز مي، اول مره بسمع بحياتي انه في البيتير. لوك يا بيبي انت ما بتعرفي هذا الشيء، يعني بتتخيلي انه حمامه مع فيل حبوا بعض وتجوزوا يو نو، وصار ما بيناتهم تشوتو، ف انه في البيتير يو نو، في البيتير يعني شو خصكم انت ما بتعرفوا هذا الشيء؟ بابي قال ايه بابي هدالي في بيتير. You know guys، انا رحت لكوكب زمرد وقابلت ريمي. Oh my god she was so cute. No no no، بطلوا هاي الافلام، مو بقديمه يعني، بليز بطلوا هاي الافلام. اذا مفكرين انكم ناس كيوت وحبابين وناس رح تحبكم، لا صدقوني انتم كتير بشعين، ما في حدا رح يحبكم على هذا الكذب، يعني stop it guys stop it like okay. هيك جايز بنكون نوصل لنهاية الفيديو، شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم في جروبات الواتساب والفيسبوك وانشرهم على كل مواقع التواصل الاجتماعي عشان نتعمل فايدة، وصدقوني إذا مشيتوا بهاي النصائح رح تكونوا أشخاص كتير محبوبين عند كل العالم. ديروا بالكم على حالكم وأحلامكم وقلوبكم، نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم. أرمونيا بيبي، سلامات يا هوا، سلامة، باي. A few minutes later. هاي انا رفيقتك الجديده بالفصل، شو رايك نتغدى سوا؟ يا اكيد يلا نروح. يا يلا خلي اتس لايك اوكي، لا تتقوقع لا تتقوقع لا تتقوقع، اوكي خلي تواصلك مع الناس انسان، ولا لا تخافوا يا بيبي، ما في اسهل انك تحكي على العالم، تحكي على العالم.